استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مجددا أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات ما عدا إدلب والحسكة، وإصدار النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وسعر كيلو البطاطا يصل إلى 8000 ليرة في بعض المناطق، وارتفاع كبير في أسعار الذهب على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 ما عدا إدلب والحسكة، ويواصل مصرف سوريا المركزي مساعيه لتنفيذ خطة تقريب أسعار الصرف في الأسواق، حيث تشهد أسواق الصرف في سوريا اضطراب وتذبذب شديد. فخلال هذا الأسبوع فقط شاهدنا ارتفاع للدولار ثم هبوط وارتفاع للليرة السورية ثم بعدها استقرار لأسعار الصرف ثم ارتفاع للدولار وبعدها استقرار، وهذا الوضع يؤثر بالطبع على ثبات وقيمة العملة الوطنية السورية، حيث يعطي هذا الوضع انطباعات سيئة لدى الكثيرين من المستثمرين الذين يريدون استثمار رؤوس أموالهم في سوريا. فإن من العوامل الرئيسية لدخول المستثمرين هو ثقتهم في عملة البلد التي يريدون الاستثمار فيها، فإذا كانت العملة مضطربة ومتذبذبة كما هو الحال مع الليرة السورية سيؤدي ذلك إلى عزوف الكثيرين منهم عن الدخول للبلد والاستثمار فيها، وبالتالي خسائر كبرى للاقتصاد ومعاناة إضافية تتحملها البلد ويدفع ثمنها المواطن البسيط من ارتفاعات كبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات التي يحتاجها. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية إلا أني أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، فإن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 11557 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 13850 ليرة للبيع و13650 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن المئة دولار هتساوي 1,365,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، أصدر المجلس الأعلى للاستثمار النظام الخاص بقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وفي التفاصيل أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم 1575 بتاريخ 15/10/2023 والخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2023 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والمتضمن إضافة قطاعي التطوير والاستثمار العقاري والنقل إلى مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والتي تتضمن أسس تحديد وإحداث مناطق التطوير العقاري وتصنيف هذه المناطق وآلية تراخيصها وتنفيذها وشروط وإجراءات منح إجازات الاستثمار لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري والشروط الخاصة بتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري والشروط الواجب توافرها لدى المطور العقاري وشروط مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري، كما تضمنت إجراءات منح إجازة الاستثمار لمشاريع النقل للحصول على مزايا وحوافز الاستثمار وفق الشروط الخاصة التي تحددها وزارتي النقل والإدارة المحلية والبيئة. وعلى الجانب الآخر كشفت تقارير اقتصادية عن تسجيل ارتفاع جديد في أسعار البطاطا في الداخل السوري، وفي التفاصيل سجلت أسعار مادة البطاطا في أسواق دمشق أرقام قياسية انعكست على طلبها بكميات قليلة رغم توافرها بكميات كبيرة في الأسواق. وأوضحت التقارير إن سعر كيلو البطاطا يتراوح ما بين 5000 ل 8000 ليرة سورية، وذلك بحسب جودتها وحجمها وخلوها من الخدوش، وأيضا حسب مكان بيعها
إن كان في محل الخضار أو على البسطات، في حين بلغ سعر كيلو البطاطا في صالات السورية للتجارة 5500 ليرة سورية وليس 3500 ليرة كما سبق وأعلنت السورية للتجارة. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة، فقد سجلت ارتفاع كبير بمقدار 10,000 ليرة. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة سجل الدولار في دمشق 13,850 ليرة للبيع و 13,650 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 13,950 ليرة للبيع و 13,750 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 13,900 ليرة للبيع و 13,800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 13,975 ليرة للبيع و 13,875 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14,000 ليرة للبيع و 13,900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14,000 ليرة للبيع و 13,900 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم سجلت، سجل اليورو 14,648 ليرة للبيع و 14,431 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10,092 ليرة للبيع و 9,939 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 16,824 ليرة للبيع و 16,571 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 494 ليرة للبيع و 484 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3,701 ليرة للبيع و 3,644 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 44,780 ليرة للبيع و 44,108 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3,771 ليرة للبيع و 3,714 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3,805 ليرة للبيع و 3,748 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19,568 ليرة للبيع و 19,277 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 448 ليرة للبيع و 440 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة سجلت، سجل جرام الذهب عيار 24 877 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 770 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 660 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1971 دولار فاصل 57 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,122,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 443 دولار فاصل 62 سنت، وسجلت أونصة الفضة 315,685 ليرة سورية اللي بتساوي 22 دولار فاصل 87 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,150 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم الجمعة، واللي وصلنا فيها الأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ليسجل مستويات 89,500 ليرة للبيع و 89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، ادعمني وتابعني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.